بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كنت أتمنى أن أسمع من المرشحات أنهم أن أحدهن إحدهن تعلن أن سيكون عملها الدائب في مجلس النواب القادم هو العمل على إيجاد قانون لانتخابات مجلس النواب يمكن المرأة المصرية من أن تمثل في هذا المجلس بعد القادم التمثيل المناسب والعادل. لا يمكن ابدا يكون هذا التمثيل الملازم 56 سيده من اربع خوارج. المرأة المصرية التي قادت النظام المصري ذكر وانثى حتى اوقف المخطط الغربي المتحالف مع الفاشيه الدينيه بقيادة عدو مصر والمصريين والعرب وكل الشعوب الطامحة في انتهاء الجمهورية الولايات المتحدة الأمريكية. يقول أن الجيش المصري العظيم هو حامي هذا الوطن وحامي الأمة العربية. فلن أقول إن المرأة المصرية هي الحامي الأول لهذا الوطن التي خرجت في 25 يناير وخرجت في 30 يونيو وخرجت في 26 يونيو وخرجت في 6 وخرجت في الانتخابات الرئاسية لكي تعيش مصر هذه اللحظة. أتمنى أن أسمع الجميع أحزابا ونائبات بقيادة المجلس القومي للمرأة بقيادة السفيرة المقاتلة التي رأيتها في مجلس الشورى تقف بكل قوة وصلابة أمام الأغلبية الفاشية الدينية في أحدى اللجان ووقفت غاضبة ولم تخش أبدا أنهم كانوا يسيطرون على الدولة على الرئاسة وعلى البرلمان وعلى الحكومة. تحية لها لهذه السفيرة المقاتلة الدكتورة ميرفت التلاوي. كنت أتمنى أن نقول البرلمان القادم لن يعبر تعبير حقيقي عن قوة المرأة المصرية وتأثيرها في الحياة العامة وفي صنع الحاضر على أرض بلادنا. كنت أتمنى أن نسمع أننا سوف نعكف على إيجاد أو على صنع أو على صياغة قانون يكون في الانتخاب بالقائمة النسبية ولكنها مشروطة بأن يكون على الأقل نصفها من السيدات. نتمنى أن يكون هذا المقترح تحت نظرهم وأن نسعى معا لكي يكون البرلمان قبل القادم برلمان يعبر عن طوائف الشعب المصري تمثيلا حقيقيا. لابد ان احيي سيدات جالسات هنا في هذه القاعه. لابد ان احيي السيده النائبه منى مكرم عبيد التي كثيرا ما طفت حرائق بيني انا شخصيا وبين رئيس المجلس السابق. واحيي ايضا السيده ساميه ام شكيل محمد الجندي. واحيي نقابيه تحدثت في البدايه ولم يرى احد انتباها ولكنها مقاتله بحق وحقيق انها السيده نعمه قمر التي تحدثت نقابيه على مدى 40 سنه في شركه النص للسباق والتجهيز بالمحله ثم خاض كل انتخابات مجلس الشعب وفي الدوره الاخيره حدث لها اعاده مع مرشح الاخوان.
أقول إن السيدة المصرية تستطيع أن تضرب المثل، ولكنها تحتاج لمرحلة محددة إلى دعم كامل من الرجل ومن المجلس القومي للمرأة ومن الدولة نفسها. أما أن نترك أن المرأة المرشحة أمام رأس المال الذي سوف يسيطر على العملية الانتخابية القادمة، واحتمال وأقول بل يقين لدي إن ما عانينا منه قبل 25 يناير من سواج المال بالسلطة وسيطرة رأس المال على الحكم، أخشى ما أخشى أن يطل برأسه ونحن على أبواب برلمان. سيكون هذا البرلمان إن شاء الله هو الاحتفال الحقيقي بأننا أنجزنا أهداف ثورة 30 يونيو. البرلمان القادم أمامه تحديات ضخمة جدا، ما زال المخطط الغربي يطل برأسه وما زال يتحرك الأرض المصرية بأقدام أراها حتى الآن تتحرك بخطوات ثابتة واثقة. وعلينا أن نتنبه أن البرلمان القادم سيكون وعدة الرئيس لكي نبني مصر الجديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.